فضائل ونعم التوجه السياسي للجزائر بإدماج واسع الجمهور الجزائري والمشاركة المباشرة مع المسؤول الأول والمسؤولين الأوائل للجهاز التنفيذي تعتبر من الفضائل تاع الممارسات الديمقراطية اللي نعتز أننا نتفاعل بها مع الشباب، مع النساء، مع كل نشطاء المجتمع المدني الذين قدموا إلى هذه القاعة، ونعتذر للطلبات الكثيرة والعديدة والتي سنجيب عنها من خلال مداخلتي، أنها ستكون أيضا على مستوى بلدية الجزائر العاصمة والمقاطعات الإدارية، وأيضا عن طريق اللقاءات الموضوعاتية اللي راح تخص مكونات المجتمع المدني اللي ما قدرش تلتحق بنا اليوم، واللي ربما القاعة فيها حوالي 500 شخص الله يبارك أو أكثر. هذا راح يكون وعد مني أن آلية الحوار لابد أننا نرقيها وتصبح تلقائية وعفوية.